النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلنت بورصة البحرين إدراج مشاريع الأمل في سوق البحرين الاستثماري، وهو سوق أسهم مبتكر مصمم خصيصا لمساعدة الشركات سريعة النمو على زيادة رأس المال. وتم إدراج مشاريع الأمل الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل تحت رمز التداول هوب. هذا وأقيمت احتفالية قرع الجرس لإعلان إدراج أسهم مشاريع الأمل بحضور سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة والوزير المسؤول عن بورصة البحرين، وسعادة السيد أيمن توفيق المؤيد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس صندوق الأمل، وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب وعدد من كبار المسؤولين. ويأتي هذا الإدراج تماشيا مع تحقيق أهداف استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 التي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، لا سيما المتعلقة باستقطاب الشركات الواعدة في هذا السوق. الهدف دائما هو زيادة الاستثمار في هذا المجال وتمكين عدد أكبر من المستثمرين أنهم يستثمرون ويانا في الشركات الناشئة. يعني احنا ايماننا دائما ان الشركات الناشئه في البحرين عندهم نسبه كبيره من الابتكار وعندهم نسبه كبيره من القدره على النمو، وفي بعض الاحيان احتياجهم فقط ل يعني التمويل المالي عشان ينمون داخل وخارج البحرين. طبعا احنا سعيدين جدا بادراج مشاريع الامل في بورصه البحرين في سوق بحرين الاستثماري، وهذا السوق اللي مصمم للشركات اللي تطلع للنمو، وهي ثاني شركة تدرج فيه بعد شركة مونتريال. ونتمنى أن هذا الإدراج يجذب إدراجات أيضا أخرى في السوق اللي راح تفيد المستثمرين وتفيد الشركات اللي يطلعون أن يكون عندهم تمويل من جهات أخرى ويكون عبر أسواق رأس المال. هذه الإدراج راح يساعد كثير من الشباب وكثير من رواد الأعمال أنهم ينمون أعمالهم ويحصلون شركاء على أساس أعمالهم تطلع برا البحرين وتكبر داخل البحرين. أنا واحد فخور أن أنا من أوائل الناس اللي ساهموا في هذه الشركة لدعم الشباب البحريني. إحنا اليوم الفكر إذا ما جات أفكار جديدة العمل التجاري أو الصناعي عمره ما راح يتطور. العمل التجاري والصناعي راح يتطور إذا جات أفكار جديدة وإذا جات أفكار شابة. نعمل على دعم الشباب البحريني ونعمل على تحفيزهم على أساس مشاريعهم تشوف النور وتكبر وبالتالي تصب في الاقتصاد الوطني. أعلن مجلس المناقصات والمزايدات مؤخرا إطلاق المرحلة الأولى من الإشعارات في نظام المناقصات الإلكترونية، وذلك من خلال إصدار 8 إشعارات جديدة موجهة للموردين والمقاولين. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس جمال عبد العزيز العلوي الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات. نرحب بك في النشرة الاقتصادية، وبداية لو نتحدث عن تفاصيل المرحلة الأولى من الإشعارات في نظام المناقصات الإلكتروني. طبعا مثل ما انت عارفين مجلس المناقصات والمزايدات على تواصل دائم مع الموردين والمقاولين واطلاعهم على كافة مراحل المناقصة. اليوم اطلقنا 8 اشعارات جديدة تزيد من ذي التواصل وتحط الموردين والمقاولين في الصورة كاملة من بدء عملية طرح المناقصات للترسية، وبالتالي اليوم أصبح عندنا 37 إشعار يتم اختار الموردين والمقاولين بها على ضوء مراحل المناقصة المتعددة. طيب سعادة المهندس جمال، ما هي أنواع الإشعارات الجديدة التي تم إطلاقها في نظام المناقصات الإلكتروني؟ من أهم الإشعارات اللي تم تدشينها إشعار المورد والمقاول قبل 5 أيام من موعد إغلاق المناقصة، كذلك إشعار المقاول بانتهاء عملية فتح العطاءات وبالتالي بدء عملية التقييم، انتهاء بإبلاغ المقاول والمورد بانتهاء عملية ترسية المناقصة. ماذا عن الأهداف؟ ما هي أهداف إطلاق هذه الإشعارات الجديدة للموردين والمقاولين؟ طبعا من خلال إطلاق هذه المجموعة من الإشعارات احنا بنحقق أهداف كثيرة،
من أهمها زيادة الشفافية وحفظ حقوق الموردين والمقاولين بحيث أن يكونون على اطلاع على كافة مراحل المناقصة. كذلك بنحقق هدف مهم هو زيادة عدد المشاركين في المناقصات الحكومية، وبالتالي الحصول على عطاءات أفضل بأسعار أفضل وتحقيق أهداف القانون. بالتأكيد المهندس جمال عبد العزيز العلوي الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات، شكرا جزيلا لك. وللحديث حول آخر تطورات الأسواق المالية معنا عبر سكايب الأستاذ أحمد المداوي رئيس قسم الوساطة للأسواق العالمية في بنك سيكو. نرحب بك في النشرة الاقتصادية، وبداية أستاذ، ما هي آخر تطورات نسب الفائدة وتوقعاتكم لقرارات الفيدرالي الأمريكي بخصوص السياسة النقدية؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. طبعا الفيدرالي الأمريكي قام بتقليص سعر الفائدة الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس في شهر سبتمبر. هذا التقليص يعتبر التقليص الأول لنسب الفائدة من مارس 2020 خلال جائحة كورونا. من وجهة نظرنا هناك سببين رئيسيين لتقليص نسب الفائدة. السبب الأول والرئيسي كان انخفاض نسبة التضخم المقاصد مؤشر أسعار المستهلك للاقتصاد الأمريكي من 3.1% في بداية العام الحالي إلى معدل 2.5% في شهر أغسطس. هذا المعدل طبعا قريب من معدل التضخم المستهدف على المدى البعيد من قبل الفيدرالي الأمريكي واللي يقدر ب 2%. والسبب الثاني طبعا التوظيف. التوظيف من وجهة نظرنا ما زال جيد، لكن انخفضت وتيرة التوظيف خلال العام، حيث أن كان الاقتصاد الأمريكي في شهر يناير 2024 يخلق حول 260 ألف وظيفة، وبشكل تدريجي خلال العام انخفضت الوظائف في شهر أغسطس إلى 140 ألف وظيفة. وفي نفس الوقت ارتفعت نسبة البطالة من نسبة 3.7% في شهر يناير إلى 4.2%. وشفنا في الأسبوع اللي فات طبعا بيانات شهر سبتمبر بينت أن ما زال هناك تباطؤ في خلق الوظائف، لكن انخفضت نسبة البطالة بشيء بسيط إلى 4.1%. طيب أستاذ أحمد، ما مدى تأثير الانتخابات الأمريكية على الأسواق العالمية بشكل عام ومنحنى العوائد بالتحديد؟ طبعا موضوع الانتخابات الأمريكية بيكون محط انظار المستثمرين في الفترة القادمة، والمستثمرين بشكل عام مهتمين بالتركيبة السياسية لمجلس النواب ورئاسة البيت الأبيض. الأسواق بشكل عام تفضل الانقسام في الرئاسة ومجلس النواب بين حزب الجمهوريين والديمقراطيين، بحيث أنه ما يكون هناك حزب معين يهيمن على السياسات المالية. طبعا هذه من شأنه أنه بيحسن من آلية المحاسبة والرقابة على السياسات المالية. طبعا راح نشوف من وجهة نظرنا انحدار المنحنى اكثر، او بيتاثر اذا هيمن حزب معين على قرار السياسات الماليه. فعلى سبيل المثال اذا شفنا في ارتفاع في الضريبه الجمركيه، او زادت وتيره الاقتراض لسد العجوزات بسبب التباطؤ الاقتصادي، فبالتالي بنشوف ان العوائد على الاصدارات اللي مددها طويله راح ترتفع، وتخوفا من ارتفاع مستويات التضخم. طبعا اخيرا دورنا احنا في بنك سيكو ان نكون حلقه الوصل بين المستثمرين والاسواق عن طريق توفير النصيحه والاستشاره، عشان نمكن المستثمرين من اتخاذ القرارات الصحيحه وبناء محافظهم حق السنوات اللي قدام باذن الله.